إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما زلنا نستعرض ونؤصل تاريخ العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تاريخ المنافقين والمشركين والمعاندين الذين كانوا يعيشون بين رسول الله وبين صحابته، هم من يعيشون بيننا، يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الواجب علينا أن نبرز ونؤصل هذه العداوة وأن نظهر بأن الكفر كله ملة واحدة، يعرفون الحق ثم ينكرونه وأكثرهم للحق كارهون. مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تاريخ الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رموه بالحجارة، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لحبيبه ومصطفاه، من تكريم الله لحبيبه ومصطفاه أن الحق جل في علاه وصف رسوله بما وصف به نفسه جل في علاه. قال في سورة الحج: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. ووصف حبيبه ومصطفاه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الحق نفسه بالرأفة والرحمة، ووصف حبيبه ومصطفاه بالرأفة والرحمة، تكريما وتعظيما لحبيبه ومصطفاه. تقول أم المؤمنين كما في صحيح الإمام مسلم: هل كان عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليل، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبرائيل أو جبريل عليه السلام، فناداني جبرائيل ذاك عدو اليهود من الملائكة كما أخبر بذلك عبد الله بن سلام فيما ذكرناه في الفيديو السابق، قال: أخبرني بهم جبريل آنفا رسول الله عندما سأله عن طعام أهل الجنة وعن الولد وعن هذه الأسئلة الثلاثة، قال: أخبرني بهم جبريل فقال له عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. وذكرنا بأنهم يعادون الله ويعادون الملائكة ويعادون أنبياء الله ورسله. فناداني جبريل:
إن الله قد سمع قولك قول قومك لك إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رموه شجوه في وجهه ورموه بالحجارة وألقوا عليه سلاء الجزور ومع ذلك هم يشهدون بصدقه وأمانته وأنه صادق وأنه أمين ومع ذلك يفعلون به كل ذلك أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه في يوم أحد وفاطمة كانت تداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت بقطعة حصير وأحرقتها ووضعت الرمادة التراب المحروق في جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا يقول إني أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا إنا كفيناك المستهزئين نحزن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين من نفسه وماله وولده والناس أجمعين نحزن للإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا دورنا في هذه المحنة أن نبرز لهم تاريخهم وأن نبرز لهم حقدهم الدفين على رسول الله وعلى الإسلام وعلى المسلمين الكفر كله ملة واحدة منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يجددون العهد مع بعضهم البعض عهد الكفر عهد النفاق يتوارثونه ويجددونه مع بعضهم البعض ويسلم السابق للاحق حتى يعادون الإسلام والمسلمين صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله لأن الله تكفل إنا كفيناك المستهزئين كفاك الله شرهم ووقاك الله من حقدهم ومكرهم وغدرهم صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا.